الجمعية الموريتانية لخريجي ليبيا تطلق من مقرها بنواكشوط يوما صحيا تطوعيا يشمل استشارات طبية وتوزيعات مجانية للأدوية. يقول القائمون على الجمعية إن هذا اليوم الصحي يستهدف بالأساس طبقات الهشة من المجتمع، حيث توفر لهم الجمعية من خلاله استشارات وخدمات طبية مجانا عبر طاقم طبي من مختلف التخصصات. الهدف هو معاينة ياسر من المرضى، عندنا اوبجيكتيف ان نشوفوا 300 رقاش اليوم، يعني الحمد لله عندنا طاقم طبي متعدد كما وكيفا، والحمد لله في المتخصصين الاطباء العامين الصيادله اطباء الاسنان ساشفام الممرضين التخصصات الطبيه بانواعها كامله موجوده الحمد لله. المناسبة أيضا يقول بعض أعضاء الجمعية إنها تأتي في إطار الاعتراف بالجميل لدولة ليبيا التي يعود لها الفضل في تعليمهم وإيوائهم مجانا أيام كانوا طلابا في جامعاتها خلال التسعينات القرن الماضي. والشكر أيضا موصول لليبيا اللي درستنا في التسعينات، اللي جينا إكسا كطالبة وافدين، كنا بعيد عن بعد عن العالم الماركدي حنادي، ونعتبر أن هذا جزء من الاعتراف بالجميل اللي يكسع اللي عدلون واللي فيه أيضا في اليوم الصحي، هو أيضا تكملة والله مساعدة وزارة الصحة على العمل اللي تعدل للمجتمع عموما وخصوصا على مستوى الجمعيات مواكبة المجتمع، خاصة الطبقات اللي ما تقدر تتوصل ما تقدر تقيس الطب. ارتعينا أن نعدلوا هذا اليوم الصحي لتكملة والله مساعدة الناس اليوم على هذه الأحياء الشعبية، لكن سهلوا وش نعدلوا فيها تحسيس، نعدلوا فيها انكور ديديكاسيون، والله نوجهوا الناس ونقولوا لهم توصيات والله تحسيس اللي الله يعدلوا. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من النشاط الذي يستمر على مدى يوم كامل قرابة 300 شخص وفق القائمين على الجمعية.